السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. وحلقة موضوع حلقة اليوم إن شاء الله سوف يكون كيفية التغلب على مشكل، يعني بطء الإنترنت، وهو مشكل صراحة يعني يعاني منه الكثير كما سبق وعانيت منه قبل أن قمت بالبحث، بحث طويل يعني، وتجربة لبرامج وبرامج كاذبة، إلى أن وجدت في أحد المنتديات العربية برنامج يعني قوي في المجال هذا، في مجال إصلاح أعطال الشبكة وتقوية إشارة الاستقطاب أو أو الأخطاء التي تكون بين الملتقط والمرسل، يعني بين الراوتر والجهاز. سوف نقوم بشرح البرنامج لأنه صراحة فيه بعض صعوبة يعني، وإن شاء الله بعد مشاهدتك للفيديو هذا لن تكون هناك صعوبة إن شاء الله. نقوم بتحميل البرنامج يعني من صفحتي على الإنترنت على الفيسبوك إن شاء الله، الرابط أكيد موجود تحت الفيديو. نقوم بفك الضغط، أنا سبق لي فكيت وقمت بفك الضغط. نقوم بتنزيل البرنامج. البرنامج اسمه تيم، عفوا تويك ماستر، نضغط عليه مرتين. نيكست، اي اكسبت، يعني الحركات يعني التي نقوم بها مع جميع البرامج. نيكست نيكست نيكست. هنا يسألك إذا كنت تريد يعني عمل أيقونة على سطح المكتب. لدواعي الشرح سوف نقوم بعمل أيقونة. نيكست. يطلب منك إذا ران يعني تشغيل البرنامج. فينيش. واجهة البرنامج هي صراحة يعني مليئة بالامتيازات، ومليئة من ببرامج يعني تيستين، وبرامج يعني اختبار دي ان اس، اختبار يعني اللانش، اختبار نسبة استهلاك يعني البروزر الذي تقوم باستخدامه، يعني في بروزرات يعني تقوم باستخدام بعمل امتصاص للإنترنت، يعني مثل فايرفوكس كما نعلمون نحن، أنا الفايرفوكس أو الجوجل كروم أو جوجل كروم، كل واحد يناديه بطريقة مختلفة. المهم احنا ما نريده من البرنامج هذا او من هذا البرنامج هو عمل اصلاح للشبكة او لالتقاط يعني الانترنت، يعني فقط يعني نقوم بالضغط على كونكشن، اول خيار يعني يس، ده طلب منكم لأني أنا كنت مشغل وقمت بتشغيله يعني قبل عمل الشرح. نيكست، يعني عفوا نضغط على أول أيقونة، نضغط على نيكست. في هذه الواجهة يقوم البرنامج باستفسار يعني طريقة توصيلك للإنترنت، يعني كيف تصلك الإنترنت إلى جهازك، يعني في النوع هذا اللي هو نفس 3G، نفس يعني في موديمات تكون فيها يعني قطعة سيم كارت يعني، وتكون مزودة بخدمة الإنترنت، ويعني مودم، يعني كثير من الناس يعلمون المودم، يعني بقى تكتب في جوجل يعني مودم او ويكيبيديا اكتبوا مودم وسوف تشاهدوا، يعني اذا كنت ملم او تحبوا يعني التعلم يعني. وفي طريقة تانية اللي هي الدي اس ال او كيبل مودم كونكشن، اللي هي الواير العادي اللي هو انترنال واير.
العادي، وفي الواي فاي، يعني في الواي فاي. احنا ما يهمني انا صراحة، يعني كما تشاهدون يعني انا رابط جهازي عن طريق الواي فاي، يعني سوف اقوم بالضغط على وايرلس واعمل نيكس. اكيد الاعدادات هذه تكون عادة في المستقبل، يعني في الادابتر، يعني الادابتر اذا كنت لا تعلم فقط اتركها في الوسط، يعني في الوسط، لان اغلبية الادابترز تكون باللي هي 802.11b. انا في حالتي انا استخدم قطعة الالفا، الكثير منكم يعرفون قطعة الالفا، واستخدمها بالصيغة الجديدة، يعني اللي هي ال AQN اخر واحدة هذه، يعني سوف اقوم باختيار هذه. اذا كنت لا تعرف اضغط على هذه، على الثاني، نعمل نيكست. هنا يسألك البرنامج مدى قوة إشارة التي تشاهدها، يعني إذا طبقت على نفس الجهاز جهازي، يعني كما تشاهدون أنا الإشارة عندي يعني 100%، يعني ماكسيموم، يعني سوف أختار ماكسيموم سيجنال ستريت. أضغط على النيكست. هنا يسألك أي قطعة هي مربوطة بالشبكة. إذا كنت لا تعرف فقط تقوم بالذهاب إلى قطعة إلى الأيقونة، هذه الأيقونة الصغيرة هنا، وتضغط عليها بيمين الفأرة، تضغط على Open Network and Sharing Center، تقوم بالذهاب إلى Change Adapter Setting، تضغط عليها. هنا تشاهد يعني أي قطعة هي مربوطة بالإنترنت. كيف تعرف ذلك؟ عن طريق الاسم، يعني اسم الاس اس اي دي، الاس اس اي دي يكون مسجلا على القطعة، او يكون not connecting or disable or disable. يعني القطعة الوحيدة اللي أنا التي هي connect عندي في الجهاز هي قطعة رقم 3. يعني وهنا الجهاز في بعض الأحيان، يعني فقط لوضعكم في صورة واضحة، يعني في بعض الأحيان، في أغلب الأحيان هو يقوم البرنامج باختيار القطعة التي أوتوماتيك للقطعة أوتوماتيكيا، يعني القطعة المتصلة على الشبكة. إذا كان هناك يعني خطأ ما، يعني تقوم بس بالتدقيق، يعني فقط بالتدقيق لا غير. وبعد ذلك تقوم بالضغط على نيكست. هنا البرنامج يسألك بعمل سيف يعني لإعداداتك. أنا قمت بعمل سيف لإعدادات يعني سيف. تقوم بعمل سيف، يعني هنا عمل سبق لي وعملت إعدادات، يعني سوف أقوم بحفظها هنا، وفقط نيكست. هنا نضغط على هذه الإشارة نيكست نيكست ابلاي. البرنامج سوف يقوم بعمل يعني بالطلب منك إعادة تشغيل الجهاز. فقط وافق على تشغيل الجهاز. ونصيحة مني صراحة، يعني عشان لكي يعني تكتشفوا الفرق، يعني قم بعمل تيست للإنترنت للكونكشن تبعتك تابع لك، يعني قم بتعمل عمل تيست قبل تنزيل البرنامج وبعد تنزيل البرنامج، وشاهد الفرق. وأنا متأكد 100% أنك سوف ترجع إلى الفيديو، وسوف تقوم بشكري إن شاء الله، لأني صراحة جربت البرنامج، وأنا أحب صراحة أن أضع يعني شروحات، يعني ولو يعني شروحات، يعني هي فقيرة فقيرة، يعني من ناحية الانيميشنز، بس أحاول، ولكن أحاول أن أضع يعني ما يستفيد منه الغير، يعني بعيدا عن الأكاذيب، وبعيدا عن البرامج المخادعة والبرامج المليئة بالآدز ربما إذا ضغطت على اللينك سوف تجد أنني أضع آدز، ولكن يعني دوافع ثانية. البرنامج هو برنامج حقيقي يقوم بإصلاح الإنترنت،
يعني لن تخسر شيئا، قم بتجربة البرنامج. البرنامج أكيد أنه برنامج قبل تنزيله قم عمل عليه سكان بأي أنتي فيروس. الحمد لله البرنامج يعني خالي من الفيروسات، الحمد لله. أشكركم على المشاهدة، وفي أمل لقائكم في حلقة وشرح جديد إن شاء الله. شكرا، معكم أخوكم محمد، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي الجد الجد متواضعة، وبتشجيعاتكم وباهتمامكم وبعمل لايك أو ديسلايك. سوف أقوم بالتحسن إن شاء الله، وسوف أقوم بإعطائكم المزيد والمزيد والمزيد. معكم أخوكم محمد، مع السلامة، شكرا.